هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. ضيف الغسق، الحلقة الأولى. حين يبلغ المسافر بلدة السوارخ فإنه يكون على بعد 10 كيلومترات من الحدود التونسية. بعد الحدود توجد مدينة طبرقة، وهي لا تبعد بأكثر من 30 كيلومترا. في 90ات القرن الماضي كان المشهد العام في السوارخ يوحي بأن أغلب ساكنتها رحلت عنها. تراجع كل نشاط في البلدة، وصار الناس يفضلون لزوم مساكنهم إلا لضرورة قصوى. كانت أخبار الهجمات والاعتداءات التي تحدث بشكل شبه يومي في جهات مختلفة من البلاد تتناهى إلى البلدة بكل ما تحمله من تفاصيل القتل والخطف والنهب، وقد دفع ذلك بكثيرين إلى ترك منازلهم على أمل العودة إليها قريبا، أغلب الذين رحلوا من الشباب. وقتها كانت الجزائر غارقة فيما سيحمل اسم العشرية السوداء. نال الاختلال الكثير من موازين الحياة، وأولها ميزان الأمن. لم يعد الناس في السوارخ كما في مناطق عديدة يحسون بالأمان. في أطراف بلدة السوارخ التي تخترقها الطريق الوطنية المؤدية إلى المركز الحدودي أم الطبول، يوجد منزل عائلة عبد القادر البجاوي. يظن كثيرون أن أصول هذه العائلة من تونس، وأنها استقرت في السوارخ منذ زمن بعيد، ربما قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر. كل ما يقال لم يكن سوى ضرب من لغو الحديث. منذ سنوات، منذ ما يزيد على 20 عاما، توفي عبد القادر البجاوي، ومنذ سنين بعيدة هاجر أبناؤه 3 إلى العاصمة، وتزوجت ابنته الوحيدة وانتقلت للعيش مع زوجها في فرنسا. لم يبق في المنزل سوى زهرة، أرملة عبد القادر البجاوي. في المنزل الذي يحيط به سور يرتفع 2 متر أو نحو 2 متر، لم يعد يؤنس زهرة إلا بضع دجاجات وديكان جعلت لهم ركنا مسيجا في الحديقة الصغيرة. كانت تمضي أغلب يومها تجتث الأعشاب الضارة من حول ساقي شجرتي زيتون، ومن مساحات مربعة الشكل كانت تغرسها بطاطس وبصلا وثوما وبقوليات أخرى، وكانت تجد في كل ذلك العالم متعة خاصة. أحيانا تمضي الكثير من الوقت تتأمل دجاجاتها وهي تقلب التربة بحثا عن ديدان الأرض، أو هي تتعارك. تكاد المرأة تنفذ إلى تلك العلاقات المكنونة التي تجعل الدجاجات والديكين أيضا في انسجام يتعايشون، وما يسبب بينهم تلك الخصومات والاشتباكات التي تخلف ندوبا وآثارا تظل بادية لعدة أيام. الأهم من كل هذا وذاك أن الدجاجات تعطينا زهرة بيضا يحضر على مائدتها على مدى الأسبوع، إلا أن تكون اختارت ألا يكون ضمن وجباتها. المرأة الآن في 70، لا تشكو مرضا وإنما هو ثقل السنين. وككثير من سكان القرية كانت قليلا ما تغادر سكنها، ولم تلتقي جيرانها منذ فترة. حين يحل المساء ويلقي الليل ستره على القرية تسكن كل حركة، تغلق الأبواب بإحكام وتطفأ الأنوار في انتظار صبح جديد ويوم جديد. لم تكن زهرة استثناء، فكل سكان البلدة تحكم حياتهم اليومية وتيرة مشابهة لتلك التي تحكم حياتها. في بعض الليالي يسمع هدير سيارات الدرك أو الجيش وهي تمر من هناك أو قريبا من البلدة
في دورية مراقبة. أقبل شتاء العام 96 900 وألف. في مساء يوم من مطلع نوفمبر قامت زهرة بجولة في حديقتها، أقفلت باب خم الدجاج، كان من قضبان حديدية سميكة. تأكدت من أن باب الحديقة مغلق بإحكام بالرغم من أنها لم تغادر سكنها في ذلك اليوم. ثم دخلت المنزل وأحكمت إغلاق الأبواب والنوافذ، أطفأت الأنوار وعمت الحلكة كل الأمكنة، وعم السكون إلا ما كان من صوت بومة تعلم زهرة أنها تتخذ سكنا لها في خربة مجاورة. في تلك الليلة انتاب زهرة شعور غريب، وكأنها تتوقع حدثا غير مألوف. قد يكون الخوف الكامن في أعماقها يحدث لديها ذلك الانطباع وتلك الأحاسيس. ترفض زهرة التسليم بأن كل ذلك قد يكون خوفا. كيف لها أن تخاف وهي تعيش وحدها في هذا المنزل منذ 15 عاما؟ لم تدري كم نامت، ولكنها تتذكر جيدا أنها أفاقت قبل الفجر، وأنها وإن لم تبرح فراشها كانت مستيقظة عندما رفع الآذان من المسجد هناك في الجانب الآخر من البلدة. لحظتها فقط فارقت الفراش ومضت لتتوضأ. في الخارج تهب رياح تتراقص لها أوراق الأشجار وتحدث صوتا يشبه الصفير حينا وعواء الذئاب أخرى حين تخلل الأغصان. لما فرغت زهرة من صلاة الصبح ولما يكن الصبح قد انبلج، سمعت صوتا يشبه ذاك الذي يحدث حين يلقى بكتلة ثقيلة من أعلى. ثم جاءها صياح الدجاج، ذاك الذي يخبر بأنها رأت غريبا أو أنها رصدت خطرا يتهددها. خشيت زهرة أن يكون ثعلبا أو ذئبا تسلل إلى الحديقة وأنه يريد خطف دجاجة أو أكثر. وكأنها تذكرت لتوها اطمأنت أن دجاجها في مأمن، فلن يستطيع المتسلل ذئبا كان أم ثعلبا الوصول إليها. قضبان الحديد سميكة والفرج التي بين كل واحدة منها ضيقة. هدأ صياح الدجاج ولدقائق لم تكن تسمع إلا نقنقات كتلك التي تصدرها الدجاجات حين تضع البيض. دار بذهن زهرة أن يكون المتسلل فأرة، ولكن الصوت الذي سبق كل تلك الجلبة في خم الدجاج كان شبيها بالصوت الذي يحدثه شيء ثقيل يلقى من أعلى. ظنت زهرة أن الأفضل أن تتفقد الخم. أطلت من نافذة مطبخ، كل شيء يبدو هادئا، ولكنها لن تجرؤ على فتح باب سكنها والخروج بغلس. ينبغي أن تكون الرؤية واضحة تمام الوضوح. عادت إلى غرفة نومها لتوضبها كما كانت تفعل حين كان زوجها عبد القادر البجاوي على قيد الحياة. وقتها كانت تحس بأمان أعم، ولم يكن ليقلقها أن يتسلل إلى الحديقة ثعلب أو ذئب. الحال مختلف الآن، هناك المسلحون وهناك القتل والحواجز الأمنية الزائفة التي تزيد الأمور تعقيدا ولا تترك مجالا لمعرفة الجندي الحقيقي والشرطي الزائف. لما غمر ضوء النهار كل شيء في الخارج، ظنت زهرة أن بإمكانها أن تخرج وأن تفتح باب الخم لتنطلق الدجاجات كما تنطلق كل صباح. فتحت باب مسكنها بعد أن أزاحت المزلاج، وقفت ثواني على العتبة تتنفس هواء الصباح الذي تظنه يحمل الشفاء من كل العلل. ثم تحركت تريد الركن الذي يوجد فيه الخم. لفت انتباهها آثار خطى حذاء موحل. اعتراها خوف شديد حتى إنها ظنت أن ساقيها لا تقويان على حملها. لم يحدث هذا من قبل. أحدهم تسلل إلى الحديقة. استحضرت الصوت الذي سمعته ونقنقت الدجاج في الخم. بعد أن استعادت بعضا من عزمها تقدمت بحذر نحو باب الخم. نظرت من حولها فلم تر شيئا. فتحت الباب فاندفعت الدجاجات والديكان.
عادت بنظرها إلى الممر الذي به آثار الخطى الموحلة، تتبعتها وسريعا تبين لها أنها تنتهي أسفل جدار البيت. لا شيء يوحي بأن الذي جاء إلى هنا عاد أدراجه. رفعت بصرها إلى نافذة الطابق العلوي، كانت مفتوحة. لا تظن أنها تركتها كذلك حين صعدت إلى هناك قبل نحو أسبوع. عاودها ذاك الخوف الشديد. تراجعت إلى باب سكنها تتساءل إن كان عليها أن تستنجد بالجيران وأن تصرخ، لا تدري ما الذي عليها أن تفعله. ثم إنها خالت أنها نهايتها. الذي تسلل إلى منزلها لا شك أنه لص أو قاتل. اقتعدت الكرسي الذي عند الباب، ألفت الجلوس هناك كلما داهمها الحنين إلى سنوات حياتها الأولى في هذا المنزل أو غالبها الشوق إلى أبنائها. عادت من شرودها لتفكر فيما عليها أن تفعله. أيقنت أن عليها أن تتحرك بسرعة وليكن ما يكون. صعدت السلم وبلا تردد فتحت الباب. كان البهو مظلما، ومن عمق الممر المفضي إلى ما كان غرفة ابنتها الوحيدة يأتي ضوء خافت. تعلم أن مصدر الضوء تلك النافذة التي رأتها مفتوحة. تقدمت مستحضرة كل شجاعتها. كان الباب مواربا، دفعته فانفتح ووقع بصرها على رجل بوجهه لحية كثة. كان ممددا على أرضية الغرفة ويمسك بيده بندقية صوبها إليها دون أن ينطق كلمة واحدة. ولكن زهرة بادرته بالسؤال: من أنت ولم دخلت بيتي؟ لم يرد وظل مصوبا سلاحه إليها. تحرك يستعد للوقوف. تراجعت زهرة وقد ظنت أنها نهايتها حلت. رأته واقفا بباب الغرفة يكاد يغلقها بالكامل. الشعر الكثيف الذي يتدلى من رأسه يلتقي مع لحيته الكثة فلا يكاد يبقي له على ملامح ظاهرة. خطى نحوها خطوات لم تتجاوز الخمس فأدركها. أمسك بذراعها. أحست بضآلتها أمام هذا الكائن العملاق والمتوحش. ثم جاءها صوته: من يسكن معك هنا؟ كان بصوته بحة خفيفة، ربما لم يتكلم منذ فترة. نظرت إليه المرأة نظرة استنكار واستغراب، تتساءل إن كان عليها أن تخبره بأنها تعيش هنا وحيدة. ثم عاد الصوت يسألها: ألم تسمعيني؟ من يسكن معك في هذا البيت؟ أحست بضعف وربما بمهانة. كيف لغريب اقتحم دارها أن يسألها مثل هذا السؤال؟ من وراء خصلات شعر تدلت على جبينه كانت عيناه الجاحظتان تنظران إليها بتركيز شديد، يده على الزناد تقرأ في عينيه كل الشرور التي تقدر على تصورها. تعلم أن عليها أن تجيب، وهي تنظر إليه دون ما استعطاف ولا ترج قالت له: أنا أعيش هنا وحيدة، ما شأنك أنت أيها الغريب؟ تركت يمناه الزناد، ظل واقفا مكانه. ولماذا أنت هنا وحيدة يا خالة؟ أنا لست خالتك ولا عمتك، كل ما أطلبه منك أن ترحل، وإلا قاطعها: وإلا ماذا يا خالة؟ لم تعقب، أشاحت بوجهها تنظر إلى الجدار. اقترب منها حتى صارت تسمعه يتنفس. كان في تنفسه ما يشبه الغطيط المنكتم. اسمعيني جيدا يا خالة، كل حركة طائشة منك ستكلفك حياتك. رصاصة واحدة ستكون كافية لإنهاء كل شيء. ظنته ابتسم. خلف شعر شاربيه السميكين ظهرت أسنان لم تنظف منذ أمد بعيد. ماذا تريد مني أيها الدخيل؟ بدت زهرة رغم سنيها السبعين وقد قررت أن تقاوم بطريقتها الخاصة. ما أريده ألا تكوني عنيدة يا خالة. لست خالتك، أنا ربة هذا المنزل وأريد أن أعرف الذي تريده.
يحز بنفسي أن ألجأ إلى العنف في التعامل معك. لا يهمني، أنا لن أستسلم. ما أطلبه يا خالة أن تهدئي وأن تقومي بأشغالك كما كنت تقومين بها دائما. طبعا لن تغفل عيناي عنك. عدا ذلك، ما يسعني أن أقوله لك أنني آمل أن لا يطول مقامي هنا. ما أن تتوفر الظروف الملائمة سأغادر. أريد أن أضيف شيئا آخر يا خالة، أنا لست سارقا. لاحظت بمعصمه الأيسر ضمادة، نظرت إلى عينيه. هل أنت جريح؟ سألته هذه المرة بنبرة الأم، ولم تدري سببا لعفويتها تلك، لعلها الأمومة. فاجأته وهي تنقلب من امرأة حازمة عازمة على المقاومة إلى أم حنون تسأله إن كان جريحا. يبدو أنه لم يسمع كلاما بتلك النبرة الحنون منذ فترة قد تكون طالت. لم يعد يصوب إليها بندقيته الرشاشة، وكما يفعل الأسوياء أزاح كم قميصه ذا اللون الأخضر الداكن. الظاهر أن تلك الضمادة تحيط بمعصمه منذ أيام. تقدمت نحوه وأمسكت بيده. لاحظت أنه لم يترك البندقية. الآن فوهتها موجهة إلى الأسفل. فكت الضمادة، يداها ترتعشان ولم تكن مصابة بالرعاش. لما أزاحت الضمادة وألقت بها أرضا، بدا لها ذلك الجرح الغائر، به آثار دم جاف ممزوج بمحلول داكن اللون. نظرت إليه وسألته: هل يؤلمك؟ بعض الشيء. تعال معي إلى الطابق الأرضي، هناك عندي صندوق الإسعاف. كان في نظرته شك وريبة. عاد ليمسك البندقية في وضع إطلاق النار. قال لزهرة: سيري أمامي يا خالة. تقدم الجسم الضئيل في الممر وانتهى إلى الباب، ثم سلك سلم نزولا. لما وصل دعاها إلى جولة عبر غرف البيت. لم يكن لها أن تعارض، ولما أيقن أن لا أحد في المنزل تبعها إلى الصالون. جاءت بصندوق الإسعاف، لم يكن به الكثير من الدواء، بقية من ضمادة وبعض القطن ودواء مطهر وقنينة صغيرة بها كحول. جلست المرأة وظل واقفا، تناولت نتفة قطن بللتها ببعض الكحول. أمسكت كفه، رأته يضع أصبعه على الزناد، مسحت الجرح، ثم أخذت نتفة قطن أخرى بللتها بالدواء المطهر، مررتها على الجرح. رأت ملامحه تشي بأن ذلك يؤلمه، ثم تركت كفه وهي تقول: أرى أن لا تلفه بالضمادة. لم ينطق ولا كلمة واحدة. وقف بالباب المفضي إلى الحديقة. نهضت زهرة تريد إلى المطبخ. استنفره نهوضها ذاك، فتبعها يكاد يلتصق بها. التفتت نحوه وقالت: لا تخف، لن أهرب، لن أترك لك بيتي، ولن أنادي على أحد. أريد أن أعد وجبة الفطور. لم يقل شيئا وظل واقفا بباب المطبخ وسبابته على زناد البندقية. عمت المطبخ رائحة زيت صبته في مقلاة، ثم ألقت فيه 4 بيضات. قبل أن يقتحم بيتها هذا الغريب، كانت تقلي بيضة واحدة. جاءت بخبز صنعته بيدها وأعدت شايا. حملت كل ذلك إلى طاولة في الصالون، جلست ودعته إلى الأكل. اقترب، نظر إلى كل ما وضع على المائدة وجثى على ركبتيه. أمسك بكأس شاي ورشف منها، ثم اقتطع لقمة من الخبز وطعن بها أصفر بيضة. ولما آنس هدوء زهرة وضع بندقيته. كانت المرة الأولى التي فارقت فيه يده سلاحه. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ضيف الغسق، الحلقة الثانية والأخيرة.
بدت زهرة متجاهلة ذاك المسلح الذي اقتحم بيتها. لم تعد تفكر فيما قامت به إذ نظفت الجرح الغائر في معصمه. يأكل بشراهة من لم يذق طعم الأكل منذ أيام، بندقيته الرشاشة في متناول يده. نظرت إليها وأطالت النظر، وقد يكون راودها أن تخطفها منه وأن تصوبها إليه وأن تهدده كما هددها هو من قبل بأن تطلق عليه النار وأن تنهي كل شيء. تعود إلى نفسها، لن تقدر على فعل ذلك، ثقل سني عمرها 70 لا يساعدها على ذلك. ثم إنها حدثت نفسها بأن هذا البئيس كذلك كانت تراه لم يؤذها حتى الآن، ويبدو أن كل ما يريده أن يكون في أمان إلى أن يتمكن من الرحيل. كم سيستغرق ذلك؟ عادت لتنظر إليه، كان يجمع آخر ما كان عالقا بصحن البيض المقلي، ولما التفت نحوها ووجدها تنظر إليه ابتسمت. هي المرة الأولى التي رآها تبتسم. عادت يده تمسك بالبندقية ووقف بكفه الأيسر، مسح فمه ولحيته التي يشي سوادها بأنه شاب جلد. ظنت زهرة أن الوقت قد حان لمعرفة قصته. الآن وقد شبع قد يكون أكثر هدوءا، ذاك ما تأمله. نهضت من مقعدها وهمت برفع ما كان على المائدة وسألته: من أنت؟ عادت عيناه الجاحظتان تنظران إليها بتركيز: وما عسى أن يفيدك أن تعلمي يا خالة؟ للمرة الأولى لم يسمع منها رفضها أن يناديها بالخالة. لقد اقتحمت بيتي دون استئذان، هل أنت من واحدة من تلك الجماعات المسلحة التي تهاجم البيوت وتقتل الأبرياء؟ ظل واقفا مكانه، بدا واجما، قد يكون في كلامها ما حرك بداخله شيئا ما، أسفا أو حزنا أو ندما. لا تسأليني يا خالة، أنت في عمر أمي ولا أريد أن أمسك بسوء، لا أريد أن أمسك بسوء. كرر ذلك وتحرك ليقف بالباب المفضي إلى الحديقة. في تلك الأثناء وبينما مشت زهرة نحو المطبخ تحمل بعض الأواني، جاء من الخارج هدير محرك شاحنة. تراجع المسلح إلى الداخل وقد أمسك بندقيته متخذا وضع المستعد لإطلاق النار. يبدو أن الشاحنة توقفت عند الباب الكبير. الغطاء الأخضر الداكن الذي تحمله لم يبق لديه أدنى شك في أنها شاحنة للجيش. أغلق الباب ولحق بزهرة في المطبخ. بدا متوترا، أكثر توترا مما كان عليه لحظة اكتشفته في غرفة ابنتها في الطابق العلوي. أمسك بها من ذراعها وعاد يتوعدها بتصفيتها إن هي حاولت فضح وجوده. كان كلامه همسا، وكانت هي تنظر إليه في ذهول تتساءل إن كان كل ما قامت به لتحد من عدوانيته ذهب أدراج الرياح. رن جرس الباب الكبير رنات متتالية. الذي بالباب لم ينتظر أن يأتيه رد وصار يطرق الباب بعنف: قفي مكانك، لا تتحركي. كذلك قال المسلح هامسا. لم تنبث المرأة ببنت شفا، الطرق يسترسل، ومن خلف السور جاء صوت يأمر بتسلق الجدار: إنهم يريدون اقتحام المنزل، دعني أنظر ما الذي يريدونه. قالتها له همسا كما هددها همسا. شدد قبضته على ذراعها، حاولت أن تتفلت منه ولكنها لم تستطع ذلك. عادت لتهمس له: اتبعني. تحركت نحو خزانة ذات 3 أبواب تشغل جدارا كاملا في المطبخ. فتحت الباب الأوسط فكشفت عن رفوف بها أوان وأشياء مما يستعمل في الطبخ. ظنها تسخر منها، ثم إنها بحركة لم يتمكن من رصدها بتفصيل جعلت الرفوف تندفع إلى الداخل. اكتشف أنها باب خلفه سلم ينزل إلى قبو مظلم.
أرادت أن تدعه ينزل منفردا، ولكنه أرغمها على مرافقته، ولما لم تجد بدا من إقناعه طلبت منه أن ينتظر أن تغلق باب الخزانة وتعيد الرفوف إلى حالتها السابقة. نزل إلى القبو المعتم من الخارج، وقد صارت الآن أقل وضوحا، تتناهى إليهما أصوات من يظنان أنهم من العسكر. ولما سمعت زهرة نقنقات دجاجها أيقنت أن أحدهم تخطى السور، وما لبثت أن أدركت أن الذين صاروا في البيت ثلاثة أو أكثر. الخطى تسير في كل اتجاه، سمعتهم يصعدون إلى الطابق العلوي. المسلح ولم تعد تراه الآن ممسك بذراعها، تظن أن يده الأخرى ممسكة بالبندقية وأن أصبعه على الزناد. من المطبخ جاء صوت يقول: هنا مخلفات وجبة فطور، إبريق الشاي محتفظ ببعض الدفء، أظنهما اثنان. أحست زهرة بخوف شديد يكتسحها، ولعله شعور بالندم يساورها الآن، تعاتب نفسها على كل ما قامت به. أنفاس المسلح كث اللحية أشعث الشعر قريبة من أذنها، تأتي من جسمه رائحة كريهة عليها أن تتحمل. من الأعلى تأتيها أصداء توحي لها بأن الذين دخلوا المنزل يفتشون كل شيء. قدرت بما يقرب من الساعة ما مر عليهما من وقت وهما في ذلك القبو المظلم. سمعت أحدهم يقول بلهجة آمر: هيا سنعود لاحقا. سمعت خطواتهم تبتعد ثم هدير محرك الشاحنة. لقد ذهبوا. كذلك همست زهرة، ولكن المسلح منعها من النهوض. عادت لتقول له: لقد ذهبوا. ظل مكانه ممسكا بذراعها. انقضى ما يقرب من نصف الساعة قبل أن يتحرك ويأذن بالخروج من القبو. تسلق السلم، تقدمت زهرة وفتحت المنفذ إلى المطبخ. على الأرضية آثار خطى موحلة كتلك التي كشفت لها وجود هذا المسلح الذي يحتجزها في بيتها. كانت تلك الآثار تمضي في كل الاتجاهات وتصعد السلم. مضت إلى الصالون وجلست. كان مكوثها الطويل في القبو متعبا. نظرت إلى المسلح. إنهم يبحثون عنك، ليس كذلك؟ بعد أن صمت برهة قال لها: لقد أنقذتني يا خالة، إنهم يلاحقونني. نعم إنهم يبحثون عني. لماذا؟ ظل سؤالها بلا جواب. تساءلت إن صدقها إحساسها بأنه من تلك الجماعات المسلحة التي يلاحقها الجيش وكل قوى الأمن. ثم عادت لتخاطبه: سمعتهم يقولون إنهم سيعودون لاحقا. قد تكون ظنت أنها إن ذكرته بذلك سيقرر الرحيل من فوره، ولكنه رد بأن القبو مخبأ جيد يصعب عليهم أن يكتشفوه. عاد ليقول لها إنه لا يريد إذايتها، ولكنها كانت تشعر بأن الأذى الأكبر أن يحد من حريتها داخل سكنها الذي اقتحمه. من أنت؟ عادت لتسأله من جديد. نظر إليها ثم إلى ذلك الجرح الغائر في معصمه. أراك مصرة يا خالة على معرفة من أكون. سأقول لك، فقد أقتل دون أن تعرفي. سأخبرك بكل شيء. اسمي مراد بن رابح، أنا من قسنطينة. هل يكفيك ذلك يا خالة؟ نظرت إلى وجهه المتواري خلف لحيته الكثة وخصلات شعره المتدلية على جبينه، تعلم أنه ربما صدق ولا تستثني أن يكون كذبا ما قاله. هل أنت من واحدة من تلك الجماعات المسلحة؟ اكتفى بالنظر إليها دون أن ينطق كلمة واحدة. هل أنت منهم؟ عادت زهرة تسأله، ولما لم يأتها منه ما يشفي فضولها حسبت صمته ذاك تأكيدا لظنونها. في تلك الأثناء سمعت هدير شاحنة يقترب. استنفر المسلح الذي زعم أن اسمه مراد. قال لها: لنعد إلى القبو. سأظل هنا، انزل أنت، سأفتح لك المدخل،
سأخبرهم بأنني أعيش هنا وحيدة، هو ذاك السبيل الوحيد كي لا يعودوا. بدا مقتنعا بكلامها، فتحت باب الدولاب والباب حامل الرفوف، نزل وأغلقت الأبواب وعادت إلى الصالون. صار هدير محرك الشاحنة عند الباب، قرع الجرس، لم تنتظر أن يطرق الباب وردت بصوت مسموع: من؟ الجيش الوطني، افتحي. حاولت أن تسرع خطواتها، لما فتحت الباب وجدت عنده عددا من الجنود. قال من بدا لها إنه قائدهم: هل دخل بيتك شخص مسلح؟ لا يا سيدي، أنا أعيش هنا وحيدة، نريد أن نفتش البيت. لم تعقب وفسحت لهم الطريق، وما لبثوا أن اندفعوا. انتشروا في كل مكان في المنزل، قلبوا الأثاث كما لم يفعلوا لما اقتحموا المنزل قبل سويعات. سمعت كبيرهم يجري مكالمة بواسطة جهاز لاسلكي، قال إن ما وصله من معلومات يؤكد أن ذاك الذي يبحثون عنه شوهد وهو يتسلق سور هذا المنزل. كان فيما قاله ما يكفي ليجعل زهرة في موقف قد يؤدي بها إلى متاعب ربما كلفتها حياتها. تراجع العسكريون وانسحبوا لما لم يجدوا ضالتهم، تظن زهرة أنهم لن يعودوا في القريب. أقفلت الباب الكبير وعادت إلى الداخل، مضت إلى المطبخ وفتحت الباب السري المفضي إلى القبو، أنارت السلم ودعت المسلح إلى الخروج. لقد ذهبوا. لما ظهر قال لها: ما قمت به من أجلي لم أكن أتوقعه منك. تعلم أنهم قد يعودون، لقد سمعت قائدهم يقول إن هناك من رآك تتصور المنزل، وأظن أن عليك الرحيل سريعا، في المرة المقبلة لن أستطيع أن أضمن خلاصك. أعلم يا خالة. وكأنه يكمل ما قاله سابقا أخبرها بأنه من قسنطينة، وأنه حقا كما أخبرها اسمه مراد بن رابح. أضاف أنه استقطب من إحدى الجماعات المسلحة وأنه تمكن من الفرار. هذه البندقية هم الذين أعطونيها، لم أطلق منها طلقة واحدة. لقد رأيت أشخاصا يقتلون بلا سبب ولا وجه حق، وقد فررت منهم. ما أريده الآن أن أعود إلى قسنطينة، إلى عائلتي. أعلم أنهم سيبحثون عني هناك لتصفيتي بزعم أنني خنتهم، ولذلك سأعمل على الرحيل إلى الخارج. سألقي بهذه البندقية في بئر أو في واد لما أطمئن إلى أنني في مأمن وأنني لن أحتاج إليها. أعلم أن الجيش سيطاردني، وإن أمسك بي فإن مآلي إلى السجن إن لم أقتل قبل ذلك. كانت زهرة تصغي إلى قصته تلك التي لم تكن مكتملة الحلقات، ولأنها تريد التخلص منه سريعا عرضت عليه أن يغير من هيئته، أن يحلق لحيته ويقص شعره، فقد يساعده ذلك على التنكر. في الحمام علبة من شفرات الحلاقة تعود إلى أحد أبنائها تركها هناك عندما زارها قبل عامين. دخل الحمام مصطحبا معه بندقيته. لما اغتسل وحلق لحيته وشاربيه بدا شخصا مختلفا. كان عليه أن يتجرد من ملابسه أيضا. عرضت عليه ملابس لأحد أبنائها، لم تكن بتمام مقاسه، ولكنه ظن أنها ستفي بالغرض، ثم قدمت له برنسا لفه بالكامل. كانت الساعة تقترب من الرابعة عصرا، شاركها وجبة الغذاء، لف بندقيته في كيس أعطته إياه وجعلها تحت البرنس. تقدمت وفتحت الباب الكبير، نظرت يمينا ويسارا، كان الشارع خال، همست له أن الطريق سالك. نظر إليها ولم يقل شيئا، ثم اندفع خارجا. دون ما انتظار أغلقت الباب وعادت تسرع الخطوة إلى الداخل. نادت دجاجاتها فجئن مسرعات، أدخلتهن الخم باكرا وأقفلت الباب. لما صارت في الصالون تتنفس الصعداء
سمعت من بعيد طلقات نارية رافقت بداية مطر. توقف إطلاق النار ثم عاد يسمع ساعة بعد ذلك. تساءلت زهرة إن كان أمر ذلك الشاب الهارب قد كشف. سيظل تساؤلها بلا جواب، ما يهمها أنه رحل. أحرقت ما خلفه من ملابس، كل شيء انتهى ولا دليل على مروره من منزل عائلة البجاوي. عادت الحياة إلى رتابتها في بلدة السوارخ. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.